أهلا بكم من جديد. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين إن بلاده ستنفذ استثمارات مباشرة بعشرة مليارات يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف الشيخ تميم في كلمته الافتتاحية في مؤتمر الاستثمار الألماني القطري في برلين إن التجارة بين البلدين زادت إلى المثلين لتصل إلى نحو 2.8 مليار يورو، وعبر عن ثقته بقوة الاقتصاد الألماني وأهميته والاستثمار فيها. ومن هذا المنتدى ندعو القطاع الخاص في ألمانيا لاستكشاف بيئة الأعمال القطرية الواعدة بكثير من المشروعات في شتى المجالات، وبالمقابل تعبيرا عن ثقتنا بقوة الاقتصاد الألماني وبأهميته الاستثمار فيه، أعلنوا عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني في السنوات الخمس المقبلة لتكون إضافة أخرى لاستثماراتنا الناجحة في ألمانيا. من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قطاع الطاقة القطري يوفر المزيد من الفرص للتعاون مع أكبر اقتصاد في أوروبا، مضيفة أن الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر ساعد على تنويع مصادر إمدادات الطاقة. من جهة أخرى قالت المستشارة الألمانية إن ألمانيا ليست طرفا في الخلاف الخليجي ودعت إلى وقف التصعيد. للمزيد ينضم إلينا من برلين موفد التلفزيون العربي زاهر عمرين. زاهر، إذن ما هي أبرز ملامح هذا التعاون الاقتصادي؟ نعم، في الواقع إن كان هنالك وصف يعني واقعي لما نراه اليوم في هذا المؤتمر فهو العصر الذهبي للعلاقات القطرية الألمانية على المستوى الاقتصادي. هنا يعني معظم المشاركين لا يتحدثون فقط عن استثمارات تأتي وتذهب، بل يتحدثون عن شراكة استراتيجية. بحسب الكلمة التي ألقاها أمير قطر فإن أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل حاليا في الدوحة. معظم هذه المشاريع تنصب على المشاريع المتعلقة بتنظيم مونديال قطر 2022 بإنشاء الملاعب والمرافق الرياضية اللازمة. بالمقابل هنا في قطر هنا في برلين تمتلك قطر الكثير من الاستثمارات، سواء فيما يتعلق بالشركات الصناعية أو حتى في الشركات المالية مثل دوتشي بانك وسيمنز وكذلك فوكس فاجن. لكن المؤتمر بشكل أساسي يصب اهتمامه على الاستثمار في المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة. ونحن نتحدث عن برلين التي بحسب ما قال محافظها الذي افتتح أيضا هذا المؤتمر كل 20 دقيقة هناك شركة جديدة يتم تأسيسها في برلين. هذا المناخ الاقتصادي مشجع للطرفين، الطرف الأول الذي يحتاج للتقنية ويحتاج للأيدي الماهرة، والطرف الآخر الذي يحتاج إلى الاستثمارات وكذلك لمزيد من المشاريع. لكن التناغم الموجود اليوم بين برلين والدوحة غير مسبوق بالنسبة لعلاقة بين دولة عربية وبين قطر. بحسب المستشارة الألمانية أيضا برلين هي ثالث شريك اقتصادي للدوحة بعد الولايات المتحدة والصين، ما يعني الكثير للطرفين. لكن بالعموم هنا ما تزال على مستوى المؤتمر الجلسات مستمرة وستستمر حتى المساء، معظمها يتركز حول القضايا المالية وعلى القضايا الاقتصادية الأخرى، لكن أيضا هنالك مساحة لقضايا كالصحة والتعليم والرياضة. أمير قطر أيضا أكد في كلمته أنه سيتم افتتاح جامعة في الدوحة بالشراكة مع جامعة ميونخ التقنية، مما يشكل أيضا رافدا جديدا لهذه العلاقة لتتجاوز مجرد الاستثمارات الاقتصادية. رولا، أشكرك من برلين موفد التلفزيون العربي زاهر عمرين.